السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. سوف نبدأ سويا ببطاقة تعارف بيني وبينكم. الاسم محمد محمود حميد، أنا مدرس في مدرسة النصر الإعدادية للغات. المادة التي سوف أقوم بتدريسها هي مادة اللغة العربية، وسوف أقوم بشرح فرع النحو. ودروس النحو للصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الأول أربعة دروس نحو. نبدأ بأول درس، وهو درس المنادى. المنادى يأتي دائما أيها الطلاب والطالبات وأيتها الطالبات في أسلوب نداء. طب ما معنى كلمة النداء؟ النداء هو دعوة المخاطب للانتباه، دعوة المخاطب للانتباه. يعني مثلا لما نادي على شخص عشان ينتبه ليا، أنا بنادي عليه عشان ينتبه ليا، لما سأقوله له. مثلا يا محمد انتبه، يا محمد ذاكر دروسك، يا فاطمة اجتهدي، وهكذا. طيب انا عشان انادي على شخص لازم يبقى فيه احرف للنداء. ما هي احرف النداء؟ احرف النداء هي او بنسميها الهمزة، اي، وهي تستخدم للنداء القريب مثل اخالد، اي اخي. وهناك حروف اخرى وهي يا وآ وآي وأيا وهيا، وهي تستخدم لنداء البعيد لما فيها من مد الصوت. يعني الفرق ما بين الاتنين دول والأربعة دول أو الخمسة دول، إن الاتنين دول بيستخدموا لنداء القريب، قريب في المكان أو في المكانة. أما يا وآ ويا وآيا وآي وهيا فهي تستخدم لنداء البعيد لما فيها من مد الصوت. طيب هل المنادى ده ليه أنواع؟ نعم، هناك أنواع للمنادى، وهي ستة أنواع. النوع الأول وهو مضاف، والثاني شبيه بالمضاف، النوع الثالث نكرة غير مقصودة، والرابع نكرة مقصودة، والخامس علم مفرد، وأخيرا نداء ما فيه ال. هنمسك نوع نوع وهنبدأ بالمنادى المضاف. أولا المنادى المضاف، ويأتي دائما يا أولادي منصوب، أي أنه معرب. نشوف الأمثلة بتاعته. أما نقول يا طالب العلم اجتهد، يا طلاب العلم اجتهدوا. لو بصنا لكلمة طلاب وكلمة طالب، الاتنين سميناهم منادى مضاف. ليه مضاف؟ عشان جاي بعديها كلمة بتتعرب مضاف إليه، يبقى الكلمة اللي قبليها سميناها مضاف، وطبعا جاي بعد أداة نداء بقت اسمها منادى، بقت اسمها منادى مضاف. وإعرابها أو حكمها دايما إنها معربة، ودايما بيجي منصوبة طالما جاية مضاف. وهنا علامة النصب قدام الفتحة لأنه مفرد، وهنا الفتحة لأنه جمع تكسير. شوف الأمثلة اللي بعد كده. يا طالبي العلم اجتهد، يا طالبي العلم اجتهدوا. لو بصينا للمثالين دول برضو سميناها منادى مضاف عشان جاي بعد أداة نداء، وعشان جاي بعدها مضاف إليه فسميها منادى مضاف. نفس الكلام في هذه الكلمة. طب الاتنين حكمهم ايه؟ حكمهم دايما ان هما معربين،
ودايما جايين منصوبين في المثالين دولت، هنا علامة النصب الياء وهنا علامة النصب الياء. طيب هنا علامة النصب الياء لأنه مثنى، وهنا علامة النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. طب في ناس هتقول لي يا مستر، طب ما المثنى اللي هو بينتهي بالألف والنون أو الياء والنون، وجمع المذكر السالم اللي بينتهي بالواو والنون أو الياء والنون، أمال فين النون؟ النون في الاتنين هنا حذفت للإضافة. يعني المثنى أو جمع المذكر السالم لما بيجي بعدهم مضاف إليه تحذف النون للإضافة. طب في برضه طلبة هتقول لي يا مستر، طب ما هو في الامتحان ما بيشكليش حرف البي اللي انت مشكله ده، انا هتلخبط اذا كان هو مثنى ولا جمع مذكر سالم. انا اعرف منين؟ هنعرف من مكملات الجملة او بقية الجملة بعدها، هل هو بيوجه الخطاب لاتنين ولا لجماعة اكتر من اتنين. طبعا باين هنا من اجتهد الف المثنى يبقى ديت مثنى، وهنا واو الجماعة يبقى الياء هنا علامة الجمع المذكر السالم. شوف مثالين كمان، يا طالباتي العلم اجتهدنا، يا ذا العلم اجتهد. برضه هنبص للكلمتين دول، كلمة طالبات وكلمة ذا، الاتنين اسمهم منادى مضاف وطبعا عرفنا ليه، والاتنين حكمهم معربين ودايما منصوبين. هنا علامة النصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، وهنا علامة النصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة. والست أمثلة اللي قدامي شملت كل الأشكال اللي ممكن تيجي في المنادى المضاف. طب نشوف النوع اللي بعد كده، ثانيا المنادى الشبيه بالمضاف وأيضا دائما هو منصوب. طيب احنا من شوية خدنا المنادى المضاف وفهمنا يعني ايه منادى مضاف، يعني الكلمة اللي بتيجي بعد ياه بيجي كمان بعدها كلمة بنعربها مضاف إليه بتتمم المعنى معاها وتتعرب مضاف إليه، زي من شوية قلنا يا طالب العلم، يا طالب العلم. ممكن نرجع لها كده بسرعة، بص كده المثال الأولاني هنا، يا طالب العلم احنا سميناها منادى مضاف ليه؟ جاي بعديها كلمة يعني ايه بتتمم المعنى؟ يعني تحس ان الكلمتين مرتبطين ببعض، طالب العلم كأنهم كلمة واحدة، تمام؟ وفي نفس الوقت كلمة العلم ديت بتتعرب مضاف إليه. نكمل بقى، نرجع للأمثلة بتاعت المنادى الشبيه بالمضاف. ويعني ايه شبيه بالمضاف؟ ان برضه هنا بعد كلمة المنادى هنلاقي في كلمة جاية بتتمم المعنى ولكنها لا تعرب مضافا اليه، عشان كده سميناها شبيه بالمضاف. لو بصينا للأمثلة، يا طالبا للعلم اجتهد، يا طلابا العلم اجتهدوا. لو بصينا للمثالين دولت او الكلمتين دول، كلمة طالبا وطلابا احنا سميناها منادى عشان جايه بعد اداة نداء، تمام؟ طب ليه سميناها شبيه بالمضاف؟ لو بصينا كده طالبا للعلم هنلاقي جاي بعدها جر ومجرور مرتبطه بيها، تحس ان هم بيتمموا المعنى مع بعض او بيكملوا بعض. نفس الكلام هنا، طلابا العلم تحس ان هم برضو بيكملوا بعض، بس في نفس الوقت ما بتتعرفش مضاف اليه، تمام؟ طيب طالما ما بتعرفش مضاف اليه بس الكلمه بتتمم المعنى مع اللي قبلها فسموها منادى شبيه بالمضاف. طيب اعرابها دايما او حكمها دايما ان هي معربه ودايما منصوبه، هنا بالفتحه وهنا برضه بالفتحه، هنا عشان مفرد وهنا عشان جمع تكسير. لو قارنا المثالين دول باول مثالين في المضاف هنلاقي الاختلاف الوحيد ما بينهم ان هناك ما كانش فيه تنوين لكن هنا فيه تنوين، طالبا وطلابا. هناك كانت كلمة طالب وطلاب عليها فتحة واحدة. الأمثلة اللي بعد كده، أما أقول يا طالبين علما اجتهد، يا طالبين للعلم اجتهدوا. لو بصيت برضو للكلمتين دولت هلاقيها منادى شبيه بالمضاف، أولا منادى عشان جاية بعد أداة نداء، وشبيه بالمضاف لأن جت بعديها كلمة بتتمم المعنى ولكنها لا تعرب مضاف إليه فأصبحت شبيه بالمضاف أو سميت بشبيه أو بالشبيه بالمضاف، تمام؟ نشوف الأمثلة اللي بعد كده، يا طالبات للعلم اجتهدن، يا طالبات للعلم اجتهدن. هنلاقي إن كلمة طالبات هنا منادى شبيه بالمضاف عشان جاية بعد أداة نداء
وجت بعدها كلمة بتتمم المعنى ولكنها لا تعرب مضافا إليه، فسمي بالمنادى الشبيه بالمضاف وهو أيضا منصوب. لو بصينا هنا في الاتنين دولت، دي منادى منصوب بالياء لأنه مثنى، وهنا لأنه جمع مذكر سالم. برضه هنفرق ما بين الكلمتين بالكلمة اللي جاية بعديهم أو بالطلب اللي أنا بطلبه منهم. هنا اجتهد بكلم مثنى والعلاء، والدليل هنا ألف الاثنين، وهنا واو جماعي يبقى بكلم جمع، يبقى الكلمة دي جمع مذكر سالم. لو بصيت لكلمة طالبات هنا منصوبة بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. لو عملنا مقارنة سريعة ما بين الأمثلة اللي كانت هنا اللي قدامي دلوقتي في الشبيه بالمضاف والأمثلة اللي كانت موجودة في المضاف، هنا هلاقي في تنوين في الكلمة دي طالبا وكلمة طلابا وكلمة طالبات، هناك ما كانش في تنوين. لو بصيت بقى للكلمتين اللي في النص دول طالبين وطالبين، هلاقي الفرق ما بينهم وما بين الاتنين اللي هناك اللي في نفس المكان ان دول فيهم نون وهناك ما كانش فيه نون. نخش على المثال النوع اللي بعد كده. ثالثا منادى النكرة الغير مقصودة. الغير مقصودة، نشوف الأمثلة. يا طالبا اجتهد، يا طلابا اجتهدوا. هلاقي ان الكلمة دي والكلمة دي جايين لوحدهم غير النوعين اللي فاتوا، ان هما لازم يبقوا كلمتين. ولازم نركز في اللي انا بقوله دوت عشان نعرف نفرق ما بين انواع المنادى. المنادى المضاف والشبيه بالمضاف لازم يجي بعد أداة النداء كلمتين مرتبطين ببعض، مرتبطين ببعض، زي يا طالب العلم او يا طالبا للعلم مثلا. وهنفرق ما بين المضاف والشبيه بالمضاف بالتنوين موجود هنا ومش موجود هنا، او بالنون اللي هي موجوده هنا ومش موجوده هنا، زي ما شفنا في الامثله السابقه للنوعين السابقين. لكن لما نبص هنا للنكره الغير مقصوده، طبعا كلمه نكره يا اولاد يعني عكس المعرفه. يعني ايه غير مقصوده؟ يعني ما اقصدش اللي انا بنادي عليه بشخصه او بذاته، او ان انا اقصد شخص معين. يعني على سبيل المثال، المثال اللي قدامي يا طالبا اجتهد. لو انا قاعد قدامي دلوقتي في الفصل حوالي 20 او 30 طالب مثلا، وقلت المثال ده يا طالبا اجتهد، معناه ان انا بوجه كلامي لاي طالب موجود في الفصل مش طالب معين. يعني انا ما اقصدش حد معين، عشان كده سميناها الغير مقصودة. تمام؟ طبعا دي هتبقى مختلفة عن اللي فاتوا لانها جاية لوحدها، فسهل ان انا اميز ما بينها وما بين الاتنين اللي فاتوا. وطبعا بما ان هي جاية معربة ومنصوبة، هنا منصوبة بالالف، انا اسف، منصوبة بالفتحة، وهنا برضو منصوبة بالفتحة، لهنا لانها مفرد ولهنا لانها جمع تكسير. المثال اللي بعده يا طالبين اجتهد، يا طالبين اجتهدوا. هنا لو انا بصيت لدي هلاقي ان انا بخاطب اثنين او بنادي على اثنين، وما اقصدش اثنين معينين بذاتهم، ولذلك سميت بالنكره الغير مقصوده. هنا نفس الكلام يا طالبين اجتهدوا، ان انا بنادي على طلاب، ما اقصدش طلاب معينين مثلا طلاب الفصل بتاعي بس، لا ده انا اقصد طلاب الفصل بتاعي والفصل اللي جنبه او طلاب المدرسه كلها، فسميت نكره غير مقصوده. طبعا هنلاحظ هنا ان هي منصوبه بالياء لانها مثنى، وهنا منصوبه بالياء لانها جمع مذكر سالم، والفيصل في الف الاثنين هنا وواو الجماعه هنا. المثال الاخير يا طالبات اجتهدن، هنلاقي ان كلمه طالبات هنا منادى نكره غير مقصوده، ما اقصدش طالبات بعينهم، اقصد مثلا كل الطالبات اللي في المدرسه، وبطلب منهم ان هم يجتهدن. هلاقي ان المنادى هنا جاي منصوب وعلامه نصب والكسره لانه جمع مؤنث سالم. شوف النوع اللي بعد كده، المنادى النكره المقصوده. باين قوي الفرق ما بين النكره المقصوده والنكره الغير مقصوده. هناك ما كنتش اقصد، يبقى هنا هقصد، يبقى في حد معين انا بنادي عليه هو اللي اقصده بعينه وشخصه وذاته. طبعا في جمله مكتوبه دلوقتي احنا هنفسرها كمان شويه في الامثله، بس نقراها.
يبنى على ما يرفع به في محل نصب. لما نشوف الأمثلة هنفهم معناها إيه، بس لازم نعرف إن من أول المنادى هنا اللي هو النكرة المقصودة وكل المنادى اللي جاي بعد كده حكمهم دائما إن هم مبنيين، يعني حكم المنادى النكرة المقصودة هنا مبني. هنشوفه بقى بنعربه إزاي أو بنقول مبني على إيه زي ما هنشوف في الأمثلة الآتية. أما أقول يا طالب اجتهد، يا طلاب اجتهدوا، نخلي بالنا في الامتحان هو مش هيحط لي الضمه اللي انا حاططها لكم هنا، هو هيسيبها لي كده. تمام. طيب اولا دي نكره مقصوده، يعني لو انا في الفصل بتاعي برضو اللي هو فيه حوالي 20 او 30 طالب اي عدد وقلت الجمله دي يا طالب اجتهد او يا طالب اجتهد، يبقى انا في شخص معين او طالب معين هو اللي انا بوجه له الكلام. اتفقنا؟ طيب كلمة طالب يا اولاد لو انا مثلا جبتها في جملة بعيدة عن المنادى خالص او اسلوب النداء وقلت لك مثلا نجح طالب في الامتحان، طالب هنا هتبقى اعرابها ايه؟ اقول المثال تاني، نجح طالب في الامتحان، الاقي ان الطلبة بترد عليا وتقول لي دلوقتي ايه؟ فاعل مرفوع يا مستر. طب مرفوع بايه يا اولاد؟ مرفوع بالضمة. طب كلمة طلاب برضو نجيبها، هؤلاء طلاب مجتهدون. كلمة طلاب دي نقلبها ايه في المثال دوت؟ اقول المثال تاني عشان نفكر ونعم، هؤلاء طلاب مجتهدون. في بعض الطلبة جاوبت وقالت خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. انا عايز اوصل دلوقتي ان الكلمتين دول سواء كلمة طالب او كلمة طلاب لو حطيناهم في اي جملة وجم مرفوعين انا برفعهم بالضمه، او علامه الرفع دايما بتكون الضمه. ايه ده؟ طب انا بعمل كل ده ليه؟ عشان اعرف اقول الكلام دوت وانا بعرب. انا بقول لك المنادى النكره المقصوده اللي هو زي كلمه طالب وكلمه طلاب يبنى على ما يرفع به في محل نصب. انتوا لسه قايلين لي من شويه الكلمه دي والكلمه دي بيترفعوا بالضمه، يبقى لما اجي اعرف دوت او دوت اقول ايه؟ كلمة طالب او كلمة طلاب منادى مبني على الضم في محل نصب. اقول كمان مرة، منادى مبني على الضم في محل نصب. شوف الامثلة اللي بعد كده، هلاقي ان كلمة طالبات في المثال دوت يا طالبات اجتهد، هلاقيها برضو منادى مبني على الضم في محل نصب. يعني الثلاث كلمات دول طالب وطلاب وطالبات كلهم إعراب واحد، منادى مبني على الضم في محل نصب. طب لما أشوف المثال ده، يا طالبان اجتهد، أنا بوجه كلامي لطالبان لطالبين معينين في الفصل قدامي، في شخصين دول دلوقتي هو اللي بوجه لهم الكلام. يبقى طالبان هنا نكرة مقصودة، ودايما كلمة طالبان لأنها مثنى المثنى عموما بيترفع بالألف. خلي بالكم اللي انا بقوله ده عشان ما تتلخبطوش وتقولوا ده المستر هو اللي قال. حد يقول لي يا مستر يبقى دي منادى مرفوع بالالف، انا ما عنديش منادى هقول عليه مرفوع، لا، طالما هو بيترفع بالالف يبقى مبني على الالف في محل نصب. نقول كمان كلمة طالبان منادى مبني على الالف في محل نصب. اخر مثال، يا طالبون اجتهدوا، يا طالبون اجتهدوا، هلاقي ان كلمة طالبون هنا منادى نكرة مقصودة، ودايما كلمة طالبون بتترفع في اي جملة تانية بالواو طبعا عشان هي جمع مذكر سالم، يبقى لما اجي اعربها هنا في المنادى اقول منادى مبني على الواو في محل نصب. انت بتقول في محل نصب وتسكت في كل الاعرابات، ما تقوليش في محل نصب ايه يا مستر، لا، هو في محل نصب وبسكت. تمام كده؟ طيب لو بصيت لكلمة طالب وطلاب هنا عشان تفرق ما بين النكرة المقصودة دي والنكرة غير المقصودة اللي كانت في الأمثلة السابقة، هلاقي هناك في الأمثلة السابقة كانت منونة بالنصب أو بالفتح، لكن هنا مش هلاقيها منونة. كلمة طالب وكلمة طلاب وكلمة طالبات. طيب لو بصيت لكلمة طالبان هنا، هناك في النكرة غير المقصودة كانت جاية باليه والنون في المثنى، في النكرة المقصودة بتيجي بالألف والنون. نفرق بالشكل ده. هنا نفس الكلام،
هنا مكتوبة قدامي بالواو والنون، في النكرة غير المقصودة كانت مكتوبة باليه والنون، لأن دايما هناك بتبقى منصوبة، هنا الشكل بتاعها بيجي مرفوع. خلي بالكم ما تاخدوش من بق كلمة مرفوع دي وتعربوا وتقولوا ده المستر هو اللي قال، أنا بقول لك الشكل قدامي بيبقى زي المرفوع بالظبط، بس ما بقولش عليه مرفوع، بقول مبني على، أشوفه بترفع بإيه، يعني دي بتترفع بالألف مثلا، يبقى مبني على الألف في محل نصب، وهنا مبني على الواو في محل نصب. نخش على النوع الخامس والمنادى العلم المفرد، برضه نفس الكلام، يبنى على ما يرفع به في محل نصب. نشوف الأمثلة. أما أقول يا محمد اجتهد، يا محمدان اجتهدا، يا محمدون اجتهدوا. لو بصيت لكلمة محمد وكلمة محمدان وكلمة محمدون، الكلمة دي علم يا ولاد، والعلم يا إما اسم شخص يا إما اسم بلد. طب ويعني إيه مفرد؟ كلمة علم مفرد، علم مفرد يعني مكون من كلمة واحدة، محمد. يا مستر هو في كلمة، في علم أو في اسم شخص مكون من كلمتين؟ آه، زي ما هنشوف مثلا أمثلة عبد الرحمن أو أبو بكر. طب ساعتها هيبقى نوعه إيه؟ هنعرفه دلوقتي وهنشوفه وهنقول. شوف الأمثلة اللي بعد كده. يا فاطمة اجتهدي، يا فاطمتان اجتهدا، يا فاطمات اجتهدن. هلاقي إن كلمة فاطمة وفاطمتان وفاطمات منادى علم مفرد، وأيضا كلها بتعرب مبني على ما يرفع به في محل نصب. يعني كلمة محمد عشان بتترفع بالضمة، هي وكلمة فاطمة وهي وكلمة فاطمات، التلاتة دول بنقول عليهم منادى مبني على الضم في محل نصب. أما في المثالين دول محمدان وفاطمتان، منادى مبني على الألف في محل نصب. أما في كلمة محمدون، منادى مبني على الواو في محل نصب. طب يا مستر لو جالي مثلا بينادي على عبد الرحمن، خلي بالنا عبد الرحمن هي الكلمة، الاسم الشخص اللي قدامي ده مكون من كلمتين عبد والرحمن، انت هتلاقي نفسك كلمة الرحمن بتعربها مضاف اليه، يبقى المنادى هنا عندي كلمة عبد ونوعها منادى مضاف. هنرجع للنوع الاولاني، لما يجي لي بقى الشكل دوت كده اقول يبقى كلمة عبد هي المنادى ونوعه مضاف، واعربه دايما منصوب هنا بالفتحة. عندي برضو لما اقول يا مصر حفظك الله، حفظك الله، مصر علم مفرد لانها اسم بلد ومفرد لانها مكونة من كلمة واحدة، لما نيجي نعربها يبقى منادى مبني على الضم في محل نصب. نخش بعد كده على النوع السادس والاخير، وهو نداء ما فيه ال، يعني كلمة فيها ألف ولام أنا عايز أنادي عليها. طب بكل بساطة لما أجي أقول لك ناديلي على طالب، هتقول لي يا طالب أو يا طالبا، على حسب نوعه نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة. طب قلت لك ناديلي على محمد، قلت تقول لي يا محمد. طب ناديلي على أبو بكر، يا أبا بكر، وهكذا. طب أنا عايز أنادي على كلمة فيها ألف ولام زي مثلا المعلم، هاجي يا نادي واقول يا المعلم، هنحس ان هي مش ماشيه او ما تنفعش. الطالبه، يا الطالبه، برضو ما ينفعش. يعني ما ينفعش انادي على كلمه فيها الف ولام الا اذا جبت واسطه ما بين اداه النداء اللي هي يا والكلمه اللي فيها الف ولام. الواسطه دي دايما ايها وايتها، ايها بنستخدمها دايما للمذكر وايتها بنستخدمها دايما للمؤنث، زي ما هنشوف دلوقتي في الأمثلة. أقول يا أيها المعلم اجتهد، يا أيتها الطالبة اجتهدي. المثال الثاني، يا أيها المعلمان اجتهدا، يا أيتها الطالبتان اجتهدا. شوف المثال اللي بعد كده، يا أيها المعلمون اجتهدوا، يا أيتها الطالبات اجتهدن. لو بصيت لكلمة أيها وكلمة أيتها، خلي بالكم معايا ما اتغيرتش
سواء كانت الألف واللام أو الكلمة اللي فيها ألف ولام جاية مفرد زي المعلم والطالبة، أو جاية مثنى زي المعلمان والطالبتان، أو جاية جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم زي المعلمون والطالبات. يعني بيفضل اللفظ زي ما هو، أيها جاي مع المعلم والمعلمان والمعلمون، وأيتها جاية ثابتة مع الطالبة والطالبتان والطالبات. لو أنا جيت سألت هنا أو أسأل نفسي سؤال فين المنادى، محدش يختار الكلمة اللي فيها ألف ولام. أنا جبت واسطة في النص عشان أعرف أنطق الألف واللام، الواسطة اللي أنا جبتها بقت هي المنادى، وإعرابها ثابت يا أولاد زي ما مكتوب كده فوق، منادى مبني على الضم في محل نصب. أقول أي منادى مبني على الضم في محل نصب، أيته منادى مبني على الضم في محل نصب. أمال الهادي إيه ظروفها يا مستر؟ الهادي دايما بنقول عليها حرف تنبيه، محدش يغلط ويقول عليها ضمير مبني في محل جر مضاف إليه خالص. اتفقنا؟ عندي شوية ملحوظات هامة نخلي بالنا منها. أول ملحوظة، يجوز حذف أداة النداء من الجملة عامة، زي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوسف أعرض عن هذا، أصل الجملة يا يوسف أعرض عن هذا. طبعا أنا بقدر أداة النداء قبل المنادى اللي أنا بشك فيه إن هو منادى، لو لقيت الجملة ماشية أو تمت المعنى لما حطيت أداة النداء من عندي، يبقى كلمة يوسف هو أو يوسف هي المنادى. وطبعا نوع المنادى هنا عشان اسم شخص وجاي كلمة واحدة يبقى منادى علم مفرد، يبقى إعراب يوسف هنا منادى علم مفرد مبني على الضم في محل نصب. يبقى أول ملحوظة عندي إن يجوز حذف أداة النداء من الجملة. نشوف الملحوظة التانية، يجوز حذف أداة النداء من لفظ الجلالة ويعوض عنها بميم مشددة. من لفظ الجلالة أقول يا الله اغفر لنا أو اللهم اغفر لنا. خلي بالك من اللفظين دول عشان ساعات بتيجي في الامتحان كتير، يا الله أو اللهم. ما ينفعش أجمع ما بين يا وما بين الميم المشددة مع لفظ الجلالة الله. يعني إيه يا مستر؟ يعني ما ينفعش أقول يا اللهم اغفر لنا. ساعات بيجيبوها في امتحانات كتير ويقول لك صوب الخطأ. طب أعمل إيه في التصويب؟ أنا عندي إجابتين أي واحدة صح، زي ما أنا كاتب المثالين كده، اللي هيكتب الإجابة دي صح اللي هيكتب الإجابة دي برضه صح. أهم حاجة ما تجمعش أداة النداء يا مع الميم المشددة اللي في آخر لفظ الجلالة. نيجي بعد كده النماذج إعرابية عشان نشوف أو نطبق الإعراب بتاعنا. أما أقول يا قائل الحق أنت في جهاد، عايزين نعرب قائل. يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طبعا جميع الحروف يا أولاد مبنية ليس لها محل من الإعراب. كلمة قائل منادى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره لأنه مضاف. مش لازم نقول على آخره لأنه مضاف، لا ممكن أقول منادى منصوب بالفتحة الظاهرة فقط واسكت. الحق مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طبعا أنا بيهمني بس إيه كلمة قائل اللي في المثال دوت هي اللي يتعرب، بقية الحاجات التانية مش مهم نعربها. حتى لو كملنا إعراب كده شافوا أنت دوت ضمير مبني في محل رفع مبتدأ في حرف جر، وجهاد اسم مجرور، وشبه الجملة في جهاد في محل رفع خبر المبتدأ. نشوف نموذج تاني، يا محمد قم إلى الصلاة. يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. محمد عشان علم مفرد يبقى منادى مبني على الضم في محل نصب. طبعا مكملات الجملة مش مهمة عندنا في الإعراب، أهم حاجة عندي أنا بركز على إعراب المنادى. نشوف تدريبات صغيرة كده مع بعض. ساعات يقول لي اذكر المنادى ونوعه وحكمه
فيما يأتي. يا طالبا للعلم فوائده، نخلي بالنا عشان هنتلخبط. في ناس اول ما تشوف كده طالبا للعلم، ده جايه كلمه بعدها بتتمم المعنى، وما بتتعربش مضاف اليه، يبقى ده منادى شبيه بالمضاف، ويقع في المطب اللي هو عامله لي. الاقي المنادى هنا عندي كلمه طالبا، فعلا كلمه طالبا ايه نوع المنادى؟ نكرة غير مقصودة. ايه ده؟ ازاي يا مستر؟ ما هي طالبا للعلم زي الامثلة اللي لسه واخدينها من شوية. طيب اعرف ازاي؟ انت يا اولاد عملتوا حاجة كويسة قوي، قلتوا طالبا للعلم دي كأنهم كلمة واحدة، يعني بيتمموا ايه المعنى مع بعض الاتنين. طيب ممكن نخبي الكلمتين دولت ونقرأ بعدها هو بيطلب من طالب العلم ايه، او بينادي على طالب العلم عشان يقول له ايه، عشان يقول له فوائده. هل دي جملة مفيدة يا ولاد؟ لا، مش ماشية خالص. عمره ما هينادي على طالب العلم عشان يقول له فوائده. طب ايه رأيكم ناخد فوائده مع الكلمة اللي قبلها؟ للعلم فوائده. دي اديتني جملة مفيدة، معنى كده ان هو بينادي على كلمة طالبا لوحدها، طالبا لوحدها، وبيطلب منه او بيقول له ايه، او بيخبره بيقول له ايه، للعلم فوائده. يبقى كلمة طالبا جاية كلمة لوحدها، يبقى دي استحالة تبقى مضاف او شبيه بالمضاف، لان المضاف او الشبيه بالمضاف لازم يبقوا كلمتين مرتبطين ببعض، لكن دي كلمة واحدة. وبما انها جاية منونة ومنصوبة، يبقى فعلا نكرة غير مقصودة، وحكمه دايما هيبقى معرب. اما يجي يقول لي حول المنادى من نكره غير مقصوده الى نكره مقصوده، عايزين نشوف بقى بعض التحويلات. اما يقول لي يا عاملين اجتهدوا، دي نكره غير مقصوده، عايزين نحولها لنكره مقصوده. خلي بالكوا الاتنين دولت بيشبهوا بعض بس في حاجات. الاختلاف ان في النكرة غير المقصودة الكلمة تبقى منصوبة، في النكرة المقصودة بتبقى كأنها مرفوعة، فأنا هرفع كلمة عاملين تصبح الإجابة يا عاملون اجتهدوا، والعكس صح يا أولاد. لما يجيب لي يا عاملون اجتهدوا يقول لي حول من نكرة مقصودة إلى نكرة غير مقصودة، هيبقى يا عاملون اجتهدوا، هتتحول تبقى يا عاملين اجتهدوا. وبكده نكون انتهينا من شرح درس المنادى، وأرجو ان انتوا تكونوا استفدتوا، وربنا يوفقكم ان شاء الله لما فيه الخير والصواب.